كل الناس دحين لما شافوا هارون كمارا قالوا انه احنا زعلنا لما عرفنا قصته. قصة هارون كمارا والله تزعل بشكل مو طبيعي. انا حقول لكم هي باختصار شديد. خلينا نبدأ. هارون كمارا هو من غينيا لكن من مواليد السعودية، وتربى في الرياض وما يعرف يتكلم الا عربي، لكن صار له شيء مؤلم بشكل ما هو طبيعي انه سووا حادث سير هم راجعين من مكة هو واهله، كانوا وقتها قاعدين يأدوا مناسك العمرة. سووا حادث وامه وابوه اتوفوا، كانوا مع بعض في نفس السيارة لكن للأسف أمه وأبوه ماتوا وهو الوحيد اللي عاش، ورجع للرياض وهو حامل معاه هذا الألم الشديد. فربته حرمة أبوه الكفيفة اللي ما تشوف، ربته من لما كان صغير إلى يومكم هذا. هو بني آدم يحب لعب كرة القدم وهو موهوب، لكن نظام السعودية المواليد ما يروحوا لفريق درجة أولى. في زمنه تغير النظام سبحان الله وراح لفريق درجة أولى، واللي اكتشف هارون كمارا هو السوداني وليد إبراهيم. راح وقتها لفريق الفيصلي، بعدين اتنقل للقادسية، وبعدين وقع لنادي الاتحاد. قصته من جد مؤلمة.